مفيش حد هيختلف اننا سوف نتقدم لما كل مواطن في مصر يلاقي في رمضان ويدعموا الحشيش ونكبر ونصدر بانجو ويكون في متناول الجميع. مفيش حد هيختلف اننا هيطلع تيت ابونا والفلول هيركبونا. مش هنتقدم الا لما تقفل باب روح امك وام المكنه دي تطلع قماش. ان التعليم الجيد يلا نكت يا عيال كلنا هنكت 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 قوه مصر في وحدتها الوطنيه وهو ده خازوق كل مره. التحديات واضحه واضحه دي تبقى خالته. لما المهم نسال مين كان الجبنه اموت انا مين اللي شخ هنا مين عنده القدره مين عنده الخبره. انا عندي تحب اوريك وانا عندي لو عايز يا عم انا عندي وانت ما عندكش. يا جماعه اللي عنده يديله اطلع لي فوق وانا اديك. مين عنده الاراده وعنده العزيمه مين عنده عضلات حلوه متقسمه. انا عندي تراي. يا جماعه اللي عنده يديله لو حد فيكم ضجر يطلع لي فوق. اعاده بناء مصر. مصر هتنهض هتنهض. خد يعني هو هيكذب اتليه يا حاجه. مصر هتحقق اهدافها وانت مال امك. لدينا القدره لدينا العزيمه لدينا الهدف لدينا سمى بلدي. طبعا رواب هننجح. احنا قد التحدي قد التحدي احنا قد التحدي احنا قد التحدي.